بار اللي نزل ديال ان المقاهي غادي تسد والحمامات ولي سال دو سبور و الى اخره، لا يشمل الاسواق، الاسواق كاينه. فبليز عافاكم الله يرحم لكم الوالدين، هذاك الاكتظاظ على الاسواق بغرض التموين، انا ام انسانه وبنادم ولكن راه هو اللي غيأذينا، هذاك الاكتظاظ هو اللي غيأذينا. التموين كاين والمواد الغذائيه كاينه والاسواق تبقى مفتوحه، غيكون اغلاق ديال مجموعه من الحاجات كتوصلنا بها الدوله بتدابير باش تحمينا، فما نوضوش حنا نكتظوا ونديروا رد فعل عكسي وغيضر هاد التدابير هذه. الاسواق غتكون مفتوحه، هذه معلومه الاولى، وغنرجع لكم فيديوهات اخرى.